من الأناشيد التي ينشدونها عند هذا القبر، يقولون: ليلة النصف من شعبان وعدك إلى هدون، لا تخلفون ولو كنتم على جمر تمشون، عند قبر النبي هادون بالفوز تغدون، كعبة حولها كل الخلائق يطوفون. أينام يا عند ذاك الكذيب الأحمر الدر مكنون، باب مفتوح للداعي من حيث يدعون، من يزور الولي قبل النبي فهو مجنون، ما مقام الولي إلا كما خاد موزون. وبعد هذا يا إخوان، هذه التلبيسات تعتبر دعوة للسنة ولأهل السنة. إذا جلست مع العام وفهمته بأن هذا شخص قد مات لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لك نفعا ولا ضرا، نعم كفر بتراهاتهم. وإنني أحمد الله، فقد ألف العلماء المؤلفات المفيدة من تلك المؤلفات: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ومن تلك المؤلفات القول النضيد الدر النضيد في شرح كلمة التوحيد الثاني للشوكاني، ومن تلك المؤلفات تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لمحمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى، نعم. ومنها أيضا ذلكم الكتاب القيم لأخينا علي باب بكر جزاه الله خيرا، أود أنه في يد كل يمني بل في يد كل مسلم، فإنه بحمد الله آمله بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، نعم خرافة يا إخواننا. أناس ربما لا ينتفعون بآية قرآنية ولا بحديث نبوي، فكيف ينتفعون بتلكم الترهات وبتلكم الأباطيل؟ والله المستعان، نعم. والصوفية هم أصل يا إخواننا، دينهم أصل دينهم مبني على الرقص وعلى الغناء، مبني على الرقص وعلى الغناء، نعم. في بيوت الله، نعم. من الذي الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فماذا يا إخوان؟ نعم. وماذا؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والعمارة تصدق على عمارتها بالبنيان وتصدق على عمارتها بالذكر. فماذا يا إخوان؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن سمع رجلا ينشد ضالة قال: نعم لا ردها الله عليه. قال: يخرجون بالطيران يرقصون في المساجد؟ ما أحرجهم إلى درة عمر. أي نعم. ماذا يا إخوان؟ وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمعتموه يبيع أو يبتاع في المساجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. والله المستعان. فالمهم المساجد ينبغي أن تكرم وأن تعظم، والله المستعان.